صباح الخير، يارب اليوم ده يكون خير عليكم وتكونوا رايقين النهاردة. أهلا بيكم في قناتي سيزاسترية. فيديو النهاردة هيعرفكم ازاي ننظم الطرح والبندانة. حسيت ان الفيديو ده هيكون مفيد جدا لناس كتير، خاصة ان الطرح والبندانة تعتبر من اكتر الحاجات اللي مش بنعرف ننظمها ازاي، والمكان اللي بنحطهم فيه بيكون دايما مكركب. فلو انت بنت تابع الفيديو للآخر عشان تعرفي ازاي تنظم الطرح والبندانات، الفيديو ده هيكون مفيد جدا لك. اما لو انت ولد فبعت الفيديو ده للبنت اللي عايزها تستفاد، او تابع الفيديو للآخر عشان تعرف ازاي تساعد مامتك او اختك او مراتك او اي بنت تقدر تساعدها، صدقني هيتبسطوا جدا. الطرح والبندانات لو مش منظمينها فغالبا هتكون كلها فوق بعض زي الصورة دي، وحنعاني عشان نطلع الطرحة اللي احنا عايزينها، وغالبا هنستخدم الطرح اللي على الوش واللي في الاخر دول هننساهم ومش هنستخدمهم. اما بقى لو مصرين ناخد طرح من اللي تحت فاحنا هنعاني جدا عشان نطلعهم من تحت الانقاض. عشان ننظم الطرح والبندانات عندنا حلين. اول حل اننا نشتري منظم للطرح زي ده او ده، وانا بصراحة مش برشح الحل ده لسببين. اول حاجة ان ممكن حد ميزانيته ما تسمحش مثلا، او منظم انا جربته بس ما عجبنيش، يعني حسيته اخد مكان كبير قوي في الدولاب وبوظ شكل دولاب الهدوم، وحتى لما جربت اعلقه على علاقة برا الدولاب برضو كان مبوظ شكل الأوضة، فما حبتهوش خالص الصراحة. تاني منظم بقى فانا شايفة انه ملوش لازمة قوي في تنظيم الطرح، وممكن نستخدمه في تنظيم الاكسسوارات او في حاجات تانية كتير، بس بصراحة مش للطرح، لان ممكن ناخد نفس النتيجة من غير ما نشتري اي منظم وندفع جنيه. ده اللي انا هعلمكم تعملوه في فيديو النهاردة. صدقوني لو قلتلكم ان السر كله في التطبيقة المناسبة. بالنسبة بقى للبندانات فشكلهم بيكون حلو جدا بعد ما ننظمهم ونطبقهم. ده من البندانات فالاحسن ان احنا ما نطبقهوش، لان الجزء اللي من قدام اللي هو الناشف ده لو اتطبق وقتها بيتكسر وشكل البندانة بيبقى وحش خالص. اما بقى بالنسبة للنوع ده من البندانات فتطبيقها بيكون سهل جدا زي ما انتوا شايفين كده. الدرج الانسب ليهم بيكون ارتفاعه 10 سنتي، ولو مش متاح درج ممكن نحطهم مثلا بنفس الطريقة اللي وريتها لكم في بوكس صغير زي اللي بناخده لما بنشتري جزمة مثلا، تمام، وبنحط البوكس ده في ارض دولاب الهدوم بتاعنا، او ممكن مثلا نحطه على اي ترابيزة موجودة عندنا في الغرفة. بالنسبة بقى للطرح عندنا طريقتين. اول طريقة لو الدرج ارتفاعه 10 سنتي وقتها هنطبقه بالشكل ده. بنجيب اي طرحة عندنا بعدها بنطبقها على نصين، وبعدها نطبقها على نصين تانيين. في درج العشر سنتي بننيم الطرح كلها جنب بعض بالشكل ده. تاني طريقة تنفع لو الدرج اللي عندنا ارتفاعه 20 سنتي زي الدرج ده. وقتها
طبق الطرحه بالطريقات. عندنا هنا طرحه ليه؟ بنجيب اي طرحه عندنا بعدها بنطبقها على نصين وبعدها نطبقها على نصين تانيين. من هنا بقى يبدا ال 20 سم وال 10 سم باختلاف الطول. تمام. اما بقى لو ما عندناش درج نحط الطرح فيه فممكن نجيب اي بوكس زي مثلا البوكس ده. المهم البوكس اللي هتجيبوه ما يزيدش ارتفاعه عن 20 سنتي يعني عشان يبقى شكله حلو. يعني ملخص الكلام ان تنظيم الطرح والبندانات هيخلي لما كل الالوان هتبقى جنب بعض ده هيسهل لك تختار اللون الانسب للطقم اللي انت لابسه. 2 هيديك طاقة ايجابية لان النظام بيكون مريح للعين وهيحسسك بالهدوء. 3 تنظيمه بنفسك هيوفر عليك الفلوس اللي انت هتروح تشتري بيها المنظم. ممكن بقى بالفلوس دي تكافئ نفسك وتروح تشتري لك شنطة حلوة او جزمة احسن بكتير، صح؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى تعملولي لايك سبسكرايب وتدوس على زر الاشعارات عشان ده من اكتر الحاجات اللي بتساعدني اعمل لكم فيديوهات احسن، وكمان عشان تكونوا اول ناس يوصلها فيديوهاتي. شكرا جدا على متابعتكم الفيديو للاخر. سلام.